اهلا ارحب بكم قناتكم المحترمه. احنا في كل جمعه كل يوم جمعه نكون عندنا نشاط ثقافي وتوزيع بعض الصحف والجرائد وزياده صحيفه طريق الشعب بثلاث اعداد عدد يوم الاحد الماضي والثلاثاء والخميس. هاي الهدف شنو هدف هاي الحمله؟ هدف هذه الطاوله الاعلاميه هدف انه احنا نثقف الناس نثقف الشباب نثقف الناس تكوين جيل واعي. جيل واعي يعني يفهم معنى القراءه معنى اهميه الصحافه بالحياه اهميه الموضوعات الصحفيه اللي يقراها تكون عنده ثقافه في جميع المجالات. يعني الصحيفه هي ثقافه في جميع المجالات تقوم فيها ورقه صفحه سياسيه صفحه ثقافيه صفحه رياضيه تكون ثقافه الانسان في جميع المجالات. يعتبر هو نشاط ثقافي نشاط هدفه توعية الناس تعليمهم تثقيفهم تعليمهم على القراءة وارجاع الناس إلى القراءة بعد الناس بدأت بالجيل الحالي بدأ يعني يبتعد عن موضوع القراءة للأسف يعني بدأ الجيل الحالي يجي إلى الصحافة الإلكترونية ويجي إلى الأشياء الإلكترونية. لكن إحنا نحاول نعيد إنه الصحافة الورقية مهما يكون تبقى الصحافة الورقية وتبقى الكتاب الورقي يبقى هو أفضل من شنو بعد هذا نميز صفة الجرائد مالتنا الخاصة بينا حلوية سيت حلوية لا ولا علوية سيت أستاذ أستاذ تفضل على الطاولة الإعلامية بالنسبة لهدف إنه تكفل بها بشارع المتنبي هي لنشر الثقافة والوعي ونقاش بعض الأمور المهمة اللي تحدث أو عن حالات معينة أو إجراء معينة تتناولها الجريدة. لذلك هذه حتى نناقش بها الجمهور ونستقل آراءه في قضية ما لأجل يعني تبادل الرؤى والاستقرار على رأي عام معين. احنا دائما في كل جمعة موجودين في ساحة المتنبي طبعا نثير موضوع معين بالجريدة او يعني نستقبل تساؤلات الناس شنو رؤية الحزب لإفلان مسألة أو كان قضية فنوضحها. وأكيد أنه بعض فقرات الجريدة طرق الموضوع وشيء ثاني نشجع أنه إعادة القراءة الورقية القراءة الورقية جدا مهمة لأنه أنت ما ممكن تستغني يعني القراءة الشرعية أو المقاطع هذه مهما يكون ما تكون لك إنسان مثقف أو إنسان مفكر ما ممكن. يعني القراءة الورقية هي اللي تبتكر هي اللي تصنع لك مثقف تصنع لك لأنه هذه الورقية ما تخزن أكيد يعني فهذه مثلا فهذه الرؤية الحزب نشر الوعي والثقافة ومواقف الحزب حول القضايا. هاي الجرائد مجاني مو؟ نعم نعم مجانية شوف عليها اخبار هلا هلا مساعد هلا شلونك شلونك زين حياكم الله اعزائي المشاهدين في قناه المتقاعدين العراقيين ووكاله صدى تسرين الاخباريه. اليوم نشاط في شارع المتنبي نشاط كلش قوي للحزب الشيوعي العراقي. تفضل السيد تحدثنا عن هذا النشاط. احنا في كل يوم اهلا وسهلا ارحب بكم قناتكم المحترمه. احنا في كل جمعه كل يوم جمعه نكون عندنا نشاط ثقافي وتوزيع بعض الصحف والجرائد وزياده صحيفه طريق الشعب بثلاث اعداد عدد يوم الاحد الماضي والثلاثاء والخميس. هاي الهدف شنو هدف هاي الحمله؟ هدف هذه الطاوله الاعلاميه هدف انه احنا نثقف الناس نثقف الشباب نثقف الناس تكوين جيل واعي. جيل واعي يعني يفهم معنى القراءه معنى اهميه الصحافه بالحياه اهميه الموضوعات الصحفيه اللي يقراها تكون عنده ثقافه في جميع المجالات. يعني الصحيفه هي ثقافه في جميع المجالات تقوم فيها ورقه صفحه سياسيه صفحه ثقافيه صفحه رياضيه تكون ثقافه الانسان في جميع المجالات.
يعتبر هو نشاط ثقافي، نشاط هدفه توعية الناس، تعليمهم، تثقيفهم، تعليمهم على القراءة، وارجاع الناس إلى القراءة بعد الناس بدأت الجيل الحالي بدأ يعني يبتعد عن موضوع القراءة للأسف، يعني بدأ الجيل الحالي يجي إلى الصحافة الإلكترونية ويجي إلى الأشياء الإلكترونية، لكن إحنا نحاول نعيد إن الصحافة الورقية مهما يكون تبقى تبقى الصحافة الورقية، وتبقى الكتاب الورقي يبقى هو أفضل من الإلكتروني. هذا الشباب لا يقرأ، الشباب يقرأ. نعم أبو هدير. هدير نعم. يا عدد. إيه. خورها. عادي هلا أبو حسين، شلونك؟ شنو وين يا ابو؟ انا ما جاي، ما جاي. شلونك؟ اشوف مشهورات هلا تحشيش هذي لك تروح ريال نتحف ياسر روح عم تعجل شعب حياته مجرد نتحف ياري جميل مطربين هواي هسه انت خدت الثاني يا حبيبي مو عجل والله اثنين اخذ والله اثنين اخذ ماشي انت تساعدني غير تساعدني والله غير عجل شباب 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 اقرا طريق الشعب لماذا الشباب لا ثانية ثانية شباب ليش ما حياكم الله أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المتقاعدون العراقيون من شارع المتنبي شارع الثقافة نلتقي بالحاج أبو ثائر الناشط المدني يحدثنا عن أخوتي المتقاعدين وعن زيادة رواتب المتقاعدين وتعثر الحكومة في إقرار زيادة رواتبهم وتحسين معيشتهم وظروفهم الاقتصادية. والله هو الحديث عن المتقاعدين وحياة المتقاعدين بالوقت الحاضر يعني حديث يطول وجدا لأن في كثير من الملابسات وفي كثير من السلبيات من قبل الحكومة اللي تكذب حق المتقاعدين. فهذا المتقاعد يعني اللي أبنى حياته وأبنى يعني كل ما يملكه طاقة وجهد بخدمة الشعب أكثر ولا أقل وما يخدم جهة معينة أو ينتسب عليها وهو يقدر هذا الناس بالعكس المفهوم العام لإداء واجب المتقاعد يعني هو لخدمة الوطن لا أقل ولكن شنو الأمور تغيرت في الوقت الحاضر بالعراق أنا أقول لك يعني كثير من الأمور تغيرت نتيجة الحياة اللي يمر فيها المتقاعد فأنا ما أقول لك أفضل المتقاعد يعني مليون أو مليونين حتى يستدام حياته ولكن لا حياته بالمعقول وحسب الظروف الاقتصادية اللي يمر فيها البلد يعني قد كثير من المتقاعدين يعني يعلنها صراحة بأنه ما يتقاضى إلا 500,000 دينار أو 750 بعد مدة طويلة من الخدمة بزوال الدولة يعني صدي 40 أو بعضهم 45 سنة هو قضى خدمته ومن إذا قانون التقاعد يعني راح فهذا المقدار يعني ما يلامه الظروف الاقتصادية والأمور اللي بيعيش فيها بالبلد بالوقت الحالي بالإضافة إلى ذلك ماكو رعاية يعني شخصية للمتقاعد عندما يراجع مؤسسة صحية أو يراجع دائرة كذا 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 فيتعاملون وياه ويا المواطن العادي فالمتقاعد مثلا على سبيل المثال إذا راجع يعني مؤسسة صحية أو ما شنو نفس المادة اللي يلقيها الشخص العادي المتمكن هو يلقيها للإدارة وكثير من الأمور يعني يتحملها المتقاعد
يعني إجراء العمليات الخاصة أو دخول المستشفيات الأهلية. بعدين هم العفو قاطعكم أغلبهم كبار سن وأغلبهم عندهم أمراض مزمنة. طبعاً هو من يراجع المؤسسة اللي تخص مرضه مثلاً هو يمتلكها شخص متنفذ يعني لا يقول لك هاي التعامل وياك تسمع كذا كذا كذا. ما اعتبرك انت مواطن عادي وخدمت البلد وكذا كذا. بالاضافه الى ذلك يعني المتقاعدين يعني كلهم كبار سن يعني واصلين الى مرحله من العمر هذا 40 50 او 60 او 70 ما المفروض يعني الدوله وبالاخص وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ان تجعل يعني بالبلد بد اماكن ترفيهيه للمتقاعد يعني ما يسمى منتدى المتقاعدين او حتى شنو ام يتصرف على بعضهم المتقاعدين من الدائره اللي كان بيها او من الدوائر الاخرى. وبنفس الوقت هو يرتاح نفسيا يعني من يقعد ويا جماعته ومن يقعد ويا الشرائح المختلفه. شكرا استاذ. اهلا وسهلا.